رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي ينضم إلينا من بغداد. دكتور، بعد الترحيب، يعني آخر التطورات أو المعلومات المتوافرة بشأن يعني الاتفاق على الكتلة الأكبر، وهل هناك تغيير في الموقف الصدري تجاه قوى الإطار أو حتى جزء منه حتى الساعة؟ سيد العزيز، في البداية نحييك ونحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة اليو تي في. يعني الأمر واضح، خصوصا في التغريدة الأخيرة التي أكدت هذا المسعى، أن التيار الصدري ماض في مشروع التغييري، مشروع عملية التحول نحو حكومة الأغلبية الوطنية. بالنسبة إلى الحوار مع الإطار، يعني الإطار ككتلة أو كتجمع بشكل كامل لا يوجد حوار معه، الحوار ربما مع جزء منه كما قال السيد الصدر، يعني المرغوب فيهم أو الذي يعني يتفقون ربما في الرؤية مع البرنامج التحالف الذي قدمه السيد الصدر. نعم ممكن، وأنا ربما قلت من خلال قناتكم الكريمة في أكثر من مرة، قلت أن يعني أن الإطار التنسيقي وليس تحالفا، هو تجمع لهدف معين، كان هو الاعتراض على النتائج الانتخابية. اليوم يعني أعتقد أن البعض يحاول أن يؤكد أنه تحالف أو أنه ائتلاف أو أنه كتلة، لكن بالنتيجة أتوقع أن هذا الموضوع لن يستمر كثيرا. ربما تكون هنالك بعض القوى الفائزة في الانتخابات والموجودة الآن في تجمع الإطار، من الممكن أن تكون مشاركة في الحكومة مع التيار الصدري. طيب دكتور، بخصوص الجلسة المقبلة، يعني جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية، وخاصة بعد ورود عدة أسماء من الحزبين الديمقراطي والاتحاد لشغل هذا المنصب، هل يعني ممكن أن نشهد جلسة جدلية أم ممكن أن تمر هذه الجلسة بسلاسة؟ يعني ليست جديدة هذه المسألة. في 2018 أيضا تقدم الحزبان بمرشحين وكان التصويت والحكم في ذلك. أعتقد اليوم يعني نعم، اليوم ربما أكثر من مرشح بهذا الاتجاه، لكن يعني أعتقد أيضا الموضوع حسم مع اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. إذا لم يتوصل الحزبين إلى اتفاق قبل البدء بالترشيح، أعتقد أن الأمور محسومة نحو الحزب الديمقراطي أو نحو مرشح الحزب الديمقراطي. طيب، التسريبات تفيد بأن قوى الإطار قد ينقسم إلى فريقين، فريق ينضم إلى التيار الصدري وفريق ينضم إلى يعني المعارضة كأضعف إيمان. يعني وهو يعني أنا أعتقد أن هذا إذا ما حدث يمثل حالة إيجابية في الآلية الديمقراطية في العملية السياسية، باعتبار اليوم أن إذا جزء من الإطار ذهب مع الكتل اليوم التي أعلنت عن نفسها معارضة داخل البرلمان، من الممكن أن نشكل كتلة جيدة معارضة، وبالتالي أيضا تكون يعني فيها جميع المكونات يعني العراقية، وبالتالي نحصل على كتلة موالاة وكتلة معارضة. أنا عم أتفق مع هذا الرأي وأقول أن يعني الإطار اليوم هو لا يمثل تحالف، ولم يستطع أن يذهب إلى أن يكون تحالفا، ولم يتم الاتفاق على هذا الشيء. بالتالي اليوم من الممكن أن تكون بعض القوى الفائزة في المتواجدة في تجمع الإطار من الممكن أن تكون مع الحكومة ومع التيار الصدري، وبالجزء الآخر من الممكن أن يذهب إلى المعارضة. رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.